معروكو التمر السوري أو معروكو رمضان، الهش والطري وذو الطعم المميزة والذي تتنوع نكهاته المختلفة، يتم تحضيره في شهر رمضان الكريم ويناسب سحور رمضان وأفطاراته ويقدم طاقة كبيرة للصائم. المعروك هو أكل رمضاني بامتياز، يعني نحن بنشتغل برمضان أكثر شيء كرمال الصائم. هو اسمه خبز الصائم يعني، ومكوناته هي الطحين وزبدة وسمنة، ومنلبسها بالزيت آخر شيء، ومنضيف طبعا مكونات مثل السكر والملح والخميرة والمحسنات ومنكهات، منحط لها ما زهر تعرف هي من الأساسيات، ومحلب وحليب للعجينة، منعجنها كلها مع بعضها، ولما بتتجانس كل المواد وبتطرى وبتنعم معنا بنسحبها على الدف، منريحها شوي لبين ما اختمرت شوي، ونرجع منقصتها بأحجام مختلفة حسب نحن المعروك عنا في كذا حجم يعني. مكونات المعروك بسيطة جدا، فالعناصر الرئيسية فيها هو الدقيق والتمر ذو الفوائد الكبيرة والإضافات الأخرى المعززة للنكهة والمساعدة في الحصول على العجينة القطنية القابلة للتشكيل. نحن بنعمل أربع حشوات، هن شوكولا، جبنة، تمر، جوز هند وزبيب وسادة طبعا، ومنحشيها ومنسطرها بالصاجات ومندخلها على غرفة التخمير لتختمر، يعني تقريبا شي ساعة بتاكل تختمر وبتنفخ، بعدها بنخبزها بفرن حرارته عالية لحتى تضل محافظة على طراوتها شي ربع ساعة، ومنطلع على برا وندهنها بالقطر مع ماء الورد مشان الريحة والطعمة. وهناك أصناف متنوعة من المعروك مثل الملوكي، وهو الذي يضاف إليه جوز الهند والزبيب وماء الزهر، ويوضع على وجه السمسم محبة البركة، والمعروك بالعشوة، وحديثا ينتج نوع جديد للشوكولا. بالحقيقة هي بتكون جاهزة، نحن بنجهزها قبل الإفطار بمدة ساعة، تيجي العالم تاخذها وجبة ساخنة وتكون شهية، ومشان يتناولوها بطريقة يعني أثناء الإفطار تكون هي ساخنة، فنحن بنحضرها من الصبح بنكون بلشين بالعمل فيها من أجل يتناولوها الناس قبل بساعة من الإفطار. وكل عام وأنتم بخير، والصيام مقبول وإفطار شهي إن شاء الله. كعك رمضان أو ما يعرف باسم المعروك هو أحد أهم الأكلات الخفيفة التي توجد بشكل أساسي على موائد الأفطار والسحور في سوريا، خاصة في هذه الأيام نظرا لرخص ثمنها قياسا لأسعار الحلويات الأخرى. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حماة.